كل التحيه ليك مجددا يا كابتن اسلام. معي في هذه الاثناء كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره بالنادي الاهلي. كابتن سيد، مباراه كبير اثبتت معدى لعيبه النادي الاهلي ودايما رهانك على خبرات لعيبه النادي الاهلي. لا الحمد لله، طبعا يعني مباراه صعبه جدا وفرقه كويسه جدا الحقيقه، فريق صن داونز فرقه محترمه الى حد كبير قوي، لكن شخصيه الاهلي النهارده برده موجوده. الجو صعب جدا، يمكن ده بيخلينا برده نسال يعني فرقه او بالامكانيات ديت وبلد زي الامكانيات اللي احنا فيها دي نظمت كاس عالم، يعني جنوب افريقيا نظمت كاس عالم 2010 وكاس القارات 2009 ونظمت امم افريقيا وبتنظم ماتشات كتير جدا، ليه نلعب الساعه 3؟ يعني ازاي تلعب الساعه 3؟ ليه؟ انهي عائد فني ممكن يرجع؟ عشان المولدات الكهربائيه، يعني فرقه او نادي او بلد عملت كل ده يعني غلبانه انها تعمل مباراه بالليل الساعه 6 على الاطار الفني او للشكل الفني. اعتقد ان الاتحاد الافريقي محتاج ان هو يعيد النظر في ده. يعني لو قلنا الناس اللي بتروح في ادوار تانية زي مازيمبي زي سان داونز، لازم الناس تلعب بالليل، لازم الناس يبقى في اجواء كويسه او مناخ كويس. ما اعتقدش ان في اسيا ابدا ولا في اوروبا فرقه بتلعب الساعه 3 في درجه حراره عامله زي ديت. لكن الماتش احنا يعني طبعا ماتش صعب وماتش كبير جدا جدا جدا، واحنا جايين بدري وقلنا هنرجع هنيجي بدري عشان نخش في الاجواء بدري. الحمد لله كنا موافقين في كده. لعيبه من اولهم لاخرهم، من اول الشناوي لحد بادجي، ما بخلوش بنقطه عرق واحده في ظل الاجواء الصعبه وفي ظل الجو ده. لكن كان مهم جدا. السنه اللي فاتت كنا هنا في الميعاد ده وكنا مروحين زعلانين جدا، النهارده بترجع وانت فرحان كويس قوي، كنت ممكن تكسب وتحقق نتيجه كويسه. لكن الفرحه كبيره والصعود حلو، لكن عندنا كمان يعني مشوار عايزين نكمله. البطوله دي غاليه علينا وان شاء الله الرحمن نحققها باذن الله. كابتن سيد، ايهما تفضل، مواجهه النجم او الوداد؟ اعتقد بالنسبه لك او بالنسبه للاعبي النادي الاهلي انا عايز البطوله، مش هيفرق معايا العب مين. مش هقول لك الشعارات، لكن اقول لك الواقع والحقيقه. النهارده في ثلاثه من اصل 8 تأهلوا، الاهلي تأهل والزمالك مبروك امبارح تأهل والرجاء كمان تأهل، اللي كانوا تواني في مجموعاتهم كلهم تأهلوا. ده يديلك مدى صعوبة البطولة ومدى قوة البطولة. احنا هناخد ريست وهناخد نفسنا وهنروح نتعشى ونتفرج على مباراة النجم والهلال، واحنا والخير اللي فيه الخير هيكتبه لنا ربنا سبحانه وتعالى. كابتن سيد، البطوله دي بالتحديد المواقف كتير اتعرض لها لعيبه النادي الاهلي وخبرات كتير، سواء مباراه النجم او مباراه الهلال السوداني او المباراه واللعب في التوقيت ده. يعني انا قلت طبعا هي النجم والهلال بالتاكيد، النجم والوداد، النجم والهلال كانوا معانا في المجموعه فعلى لساني على طول. النجم والوداد زي ما قلت يعني هنتفرج عليهم النهارده واللي في الخير يقدمه لنا ربنا ويكتبه لنا ربنا سبحانه وتعالى. خلينا بس زي ما قلت، البطوله صعبه، بطوله افريقيا صعبه والسنه دي تحديدا صعبه جدا. يمكن شفنا مازيمبي، شفنا الترجي، شفنا سان داونز، كمان محتاجين نبص بص على الرجاء. الرجاء فرقه هايله جدا، تبص بص على النجم او الوداد فرقه كويسه جدا جدا جدا. خلينا في انفسنا يعني بنتابع من بعيد، عندنا لسه شهر، لكن في نفس الوقت مهم جدا 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 ان احنا فرحتنا بمجرد وصولنا مصر تنتهي. هنخش في اجواء محليه وهنخش لتحضير سواء كان للنجم التونسي او للوداد المغربي. سيد بكاري جسامه النهارده اعتقد كان كويس جدا في المباراه. يعني انا عايز اشوف الباسبور ده. يعني الى حد كبير كان موفق جدا، الى حد كبير كان موفق بشكل كبير قوي. اتمنى العداله التحكيميه، ده شيء مهم قوي. العداله التحكيميه في العالم كله ما بتديش افضليه لفرقه على فرقه ابدا ابدا، لا بالارض ولا بالجمهور. الحمد لله، مش عايز اتكلم في او اخوض في ده. انا قلت كده في الاجتماع الفني، قلت الاجواء مهمه جدا في عالم الكوره وفي افريقيا. دلوقتي وصلنا لمرحله كانديه واسماء كبرت قوي حتى على المستوى العالمي. ما ينفعش، انا بدات كلامي ما ينفعش تلعب الساعه 3. الساعه 3 ليه؟ يعني هات لي مباراه مهمه كبيره قوي 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 ممكن تتلعب الساعه 3. ليه تلعب الساعه 3 في ظل الاجواء اللي انا بقول لك عليها والمناخ اللي موجود في البلد دي؟ يعني كابتن سعيد، وبالتوفيق ونبارك لبعض ان شاء الله في النهايه، ولعيبه الاهلي بترفع كاس البطوله يا رب باذن الله. عندنا تصميم، عندنا اراده، عندنا قوه، لكن دايما دايما الحسابات بتتاخد بالعقل والقلب. في حماس شديد قوي، في حماس شديد قوي، ده قلبك لكن عقلك كمان. يعني خلينا نفرح النهارده زي ما قلت لك ونتعشى ونتفرج على مباراه النجم والوداد، وبعد كده ان شاء الله الرحمن هننزل مصر لنا حساباتنا المحليه. بنقطة مهمة جدا اتقال في بداية المعسكر ان قناة الاهلي بتنقل الاخبار لصن داونز، وده كلام يعني حضرتك اخطر واحد تجاوب عليه. عايز اتكلم على التزام قناة الاهلي او التزام البعثة الاعلامية المرافقة لفريق النادي الاهلي. احنا عندنا رولز واسس ماشيين بيها، كل واحد بيبقى عارف دوره من خلالنا، والتعليمات اللي بنقولها الناس بتلتزم بيها بشكل كبير قوي. هي تصريحات طبعا، يعني الراجل كان هو راجل مدرب كويس الحقيقة وعامل فرقة كويسة جدا. ماشي يا كابتن وليد اللي انت عايزه. ماشي يا قفشه، ماشي يا روح. Yeah.
وتورتايا ليك. عيد ميلاد قفشه النهارده، عيد ميلاد قفشه وعيد ميلاد سامي قمصان. مبروك يا كابتن سامي، مبروك يا قفشه. كابتن محمد مجدي قفشه مبروك عيد ميلاد، الف مبروك. كابتن سامي قمصان، بنحتفل بنعيد.